هذه من هنا جاء. شوف كذا جاء، شوف ورا بين. نحن نبي يعني بظروف تعز تمام تساعد أهلنا حتى ما تسمن تعيش. عمالة الأطفال بتعز انتشرت بشكل كبير هذه خلال العامين الماضيين نتيجة انقطاع الرواتب عن الموظفين، فيضطر رب الأسرة أو الأم أو الأب داخل البيت يبحثوا عن لقمة العيش، فيضطرون لإرسال أولادهم للشوارع لبيع أدوات، لبيع أقلام، كتب، بطاطا، يدوروا لهم أعمال من أجل لقمات العيش يقتاتون بها داخل البيت. بسبب الأوضاع النتيجة في الحرب الدائرة داخل البلاد طبعاً خلت الأمور توصل إلى هذا الحد من الفقر، وهناك يعني مآسي يعيش داخل كل أسرة، مأساة بالتعز خصوصاً وباليمن عموماً.